السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا سلسلة عن البيم حتى الآن 117 فيديو اسمها جاست بيم ات على بيم اريبيا، هنبدأ كل شوية ناخد فيديو سؤال بسيط جدا عن البيم وسؤال اختياري أو أكمل أو سؤال يجي لنا عن البيم ونبدأ نناقشه مع بعض ونبدأ نشوفه مع بعض. تمام، السؤال دلوقتي what does بيم stand for؟ البيم ده اختصار ايه؟ هل بيد انبوت مانجمنت ولا بيلدينج انفورميشن مانجمنت ولا بيلدينج انفورميشن موديلنج ولا بيزك انفورميشن موديلنج؟ طبعا احنا كلنا حافظينها، يعني اللي جاي هنبدا نناقش، انما دلوقتي كلنا حافظينها بيلدينج انفورميشن موديلنج. تمام، في بعض الكتب بتحاول تغيرها لبيلدينج انفورميشن مانجمنت لان انا بدير المعلومات بتاعت المبنى. تمام، بس هو اللي منتشر في كل الكتب والاختصار ده معروف بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج يعني انا بتكلم على مبنى، تمام، سواء المبنى ده قائم، يعني ممكن انا استخدم البيم ده في اداره المشروع او بيتبني فانا بستخدمه عشان ابني. وبيلدينج يدخل فيها المدينه نفسها ويدخل فيها الطرق ويدخل فيها المنطقه كلها، يدخل فيها الكباري. تمام، مش مقصود بيها مبنى يعني كام دور وكده، لا، ممكن يدخل السيتي نفسها معايا. تمام، انفورميشن يبقى لازم يكون في معلومات، لو ما فيش معلومات يبقى كده انت بتتنقل لحاجه تانية. تمام، يعني الكاد اقدر اعمله 3 دي، يبقى اقدر اعمل البيلدنج واقدر اعمل موديلنج. تمام، وان كان غير متخصص يعني تقدر تعمل حاجات تانية كتير وتقدر تعمل اي حاجه تطلع في دماغك، ما عندوش مشكله، يعني تقدر تحط الباب بره الحيطه ما عندوش مشكله. تمام، فدي من ضمن العيوب، بس فكره الانفورميشن مش موجوده خالص. فعشان كده البيم متميز ان انت بتحط المعلومات كلها في قلب العنصر اللي تختاره، تقدر تحط رقمه في البرمافيرا مثلا لو انت عايز تدير المشروع. تمام، طيب نتنقل للجزء الاخير موديلنج. يبقى انا لازم يكون عندي موديلنج 3 دي وبعد كده تحط 4 دي 5 دي، بس المهم يكون حاجه مجسمه قدامي. ما ينفعش تقول لي انا عملت بيلدنج فورمشن موديلنج معلومات على الاكسل او صدرتها على ملف اكس ام ال، لا كده مش ما فيش موديل. فلازم يبقى في موديل، كان انا بعمل الموديل مثلا زي ما كنا بنعمله زمان من خشب او من اي ماده من المواد. تمام، لا دلوقتي بقينا نعمله على كمبيوتر فبقى ما بيتكلفناش كتير. في مبنى قبل كده جم يعملوا موديل فيه، عملوه في امريكا وكلف تقريبا مليون دولار. تمام، وبعد كده لما ودوه لدوله من دول الخليج حطوه في خيمه، هو كان يعني في مواصفات فيه ان هي بتدوب من الحراره، فما بالك بقى بحراره المنطقه، فده كله مبقاش ليه اي معنى خالص. تمام، فعلى الكمبيوتر لا احنا ما بنتكلمش حاجه خالص، والتعديل ما بيكلفناش. تخيل ان انت مثلا عملت مبنى مثلا بالشكل الازازه ديت، وبعد كده قلت لا انا عايز الحته دي تبقى موجوده هنا برضو كمان، فاضطر تعمل موديل تاني والتكلفه تتكرر. انما على الكمبيوتر ما بيكلفش حاجه خالص، وبعد كده عندي طبعا سلسله الابعاد، لما استقر الحاجه اروح طابعها. تمام، فده السؤال الاول وجاوبنا عليه، بيم بيلدينج انفورميشن موديلينج.